فتحت عنوان كيف الوصول، يقول: ما أكثر الذي لهامه بحب الله ورسوله إلى رضاه، إنها مرتبة دونها تضحيات وعقبات، فكيف الوصول إلى من تهواه جل في علاه، ودونه جبال عالية القمم القلل، ودونه أخطار وحطوف المنايا وموت، والرجل حافية وليس هناك مركب، وهو صفر اليدين والطريق مخوف، كيف الوصول؟ كيف الوصول إلى سعادة ودونها قلل الجبال ودونهن حطوف، والرجل حافية ولا لي مركب، والكف صفر والطريق مخوف. وسوف تسألني عن سؤال، إنها رمز المحبوب، والحب الأكبر هو حب الله، ويا شقاءنا إذا لم ينحنا ربنا رضاه مهما قدمنا وجهد. الذباب والعقاب، عجيب أمر الدنيا وتفاوت الحظوظ فيها، فبينما نجد الطيور الجارحة ذات المخالب القوية وعلى رأسها العقاب لا تأكل إلا الجيف في الفلوات والصحاري، إذا بالذباب نموذج الضعف يجني الشهد، والعقاب يأكل الجيف المنتنة، والذباب يجني الشهد والعسل. إنها نظرة في عالم الطير وتأملات إمام من الأئمة. إن الشافعي يقول: أكل العقاب بقوة جيف الفلا، أكل العقاب بقوة جيف الفلا، وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف، ولله في خلقه شؤون. ألا ترى أن البعوض تنال من دم الأسد ويعجز عن أن يقتص نفسه منها؟ وما بالنا نذهب بعيدا. القرآن يقول فيهم يقتربون رغبتهم للناس، وإن يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذ منه، ضعف الطالب والمفروض. ألا ما أضعف الأقوياء، ذئاب في ثياب متمسكين. ما أكثر المخادعين، الذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وكثيرا ما نرى الشعائر تظهر في شعار ويعظيم، وتمشي في الأرض تهدي وتسب الماكل، فينبغي أن نفتح عيوننا لألا يعيبه. نخطئ من ظن يوما أن للثعلب بدينا، إن علينا أن نطرقهم. وهناك ذئاب بشرية تتظاهر بالطيبة، حتى إذا خلوا إلى أنفسهم ظهروا على حقيقة، وراحوا يأكلون أموال الناس بالباطل، وكأنهم ذئاب خرجت من حقافها جحورها في الرمل. وكثيرا ما تمنى أمثال هؤلاء المتظاهرين بالعفة والتمسك والعباء والعبادة، فما أتيحت لهم الفرصة فلما أتيحت لهم الفرصة انقضوا في غير رحمة على الأموال والأعراض. حدث عبد الله بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب، حدثنا أبو حاتم، حدثنا حرملة، قال: سمعت الشافعي يقول: ودع الذين إذا أتوك تمسكوا، وإذا خلوا فهم ذئاب خراف قافية القاف. فضل التغرب. يقضي من قال شاعر من عربي: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلاء غير الحي والوتدي. يضرب الحمار ويهان فيرضى بالذل ويقيم على ضيم، ويضرب الوتد فوق أم رأسه يزداد تمكنا في الأرض التي دق فيها ويقيم على الضيم. وسوف يسأل المستضعفون الراضون بالضيم والذل يوم القيامة فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين. ويقال لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ والشافعي يدعو الارتحال من أرض يضام فيها الإنسان وذل، ويضرب مثلا بالعنبر وبالكحل كيف كان قبل أن يتغرب عن موطنهما وكيف أصبح بعد. إن العنبر قبل أن يستخلص منه الرائحة الزكية لم يكن شيئا، بل كان أشبه براوة الحيوانات، والكحل لم يكن إلا حجرا من الأحجار، فأصبح العنبر يتسابق الجميع إلى حمله على الأعناق. أما الكحل فيحمل في العيون، وذاك لما تغرب. ارحل بنفسك من أرض تضام بها، ولا تكن من فراق لأهل في حروف حرق، فالعنبر خام روث في مواطنه، وفي التغرب محمول على العنق، والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه وهو مرمي على الطرق. لما تغرب هذا الفضل أجمعه، فصار يحمل بين الجفن والحدق. أيهما ألذ؟ الناس ما يشعقون مذاهب، منهم من يجد لذاته في طلب العلم والتأليف والتنقيح، من يجد لذاته من ومنهم من يلذ له وصل غانية وطيب عنه، ومنهم من لا يعرف النوم فليس لمن رام العلم مضطجعا، ومنهم من يبيت ليله لا يفكر في شيء ولا يشغله شيء ينعو بلذيذ نوم والكسل، وإن فاته قطار العلم فهل يستوي الساهرون في طلب العلم والنائمون عنه؟ يقول الشافعي: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة بدفها نقري لألقى الرمل عن أوراقي،
وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. إن هذا لن يكون، فلا يستوي من سهر الليالي والنهار. ومن أجل هذا نرى الشافعي يجد لذة في تنقيح الكتب وتهدي بها الأصلح أكثر من معاشرة الجميلات الغنيات التي استغنينا بجمالهن عن السهر. وإن صرير أقلامه وأصواتها فوق صفحات كتبه، وهو يصنف ويؤلف أحب إليه وأحلى من أصوات العشاق عندما يكون لقاء واختلاط، وإن نقره على الأوراق لإزالة ما علق بها من أكلها ألذ وأحلى عنده من نقر فتاة فيها ألا تطرب ينقر عليه. وإن تمايله في الدرس كما يفعل الفقهاء ذات اليمين وذات الشمال أو إلى الأمام والخلف لحل مسألة عنصة أشهى من الخمر عند شارب، يدل على القضاء وحكمه. الناس صنفان، مجدود صاحب جد وحظ ومحروم. وقديما كن قلنا نحفظ بيتا من لامية الطغرائي يقول: الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصبت صبعا قريبا غاية الأمل. إن الجد هو الحظ، ولا يأتي الحظ من فراغ، ولكنه صاحب الجد والتعب، ويقال صاحب الحظ مجدود. كما أن لكل مجتهد نصيب، فإن الحرمان في الكسل تمطر ذهبا أو فضة الكسال الخالدين، ولكن الدنيا قد تقبل على بعض العاملين فينالون منها حظا وافرا ومكانة مرموقة. فإذا صادفك من أقبلت عليه من أقبلت عليه الدنيا وأسعد الحظ فلا تعجل، وقل: ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. إن الإمام يقول: فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاب بحقتي، لو كان بالحيل الغني لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغناء، والضان مفترقان أي تفرق. وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى برزق ضيق. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفق. والجد يدني كل امرئ شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. إن إمامنا يرى أن الحظ له دخل كبير في حياته، لكنه ينبهنا إلى وجوب النزول عند حكم القضاء والرضا به. حفظ الأسرار، لكل إنسان منا أسراره الخاصة يؤذيه أن يطلع عليها غيره، كل خاصة الأعداء الذين يردون الليل منه وإذاعة ما خفي من أمره. وقلوبنا مستودع أسرارا، إن اتسعت لها ظلت سرا بيننا وبين ربنا عالم الأسرار علم اليقين، والله عليم ستار. وإن ضاقت صدورنا بأسرارنا أو أسرار غيرنا أصبحت على كل لسان. ومن الحماقة أن نلوم غيرنا على إدعاءها لأننا لم نستطع أن نحتفظ في الحكم. وفي الحكم سرك أسيرك، فإذا تكلمت به فأنت أسير. وقد سئل أحد رجال الدين قائدا من قواد الحرب العظمى عن سر حربي، فتظاهر القائد بالتفكير ثم قال له: لو أخبرتك بالسر هل تستطيع أن تحتفظ به ولا تذيعه؟ فأجاب رجل الدين: نعم. فقال القائد على الفور: وأنا الآخر أستطيع أن أحتفظ به. ويحدثنا الإمام الشافعي عن تجربته فيقول: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولا ما عليه غيره فهو أحمق. ما إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. ما بقي من أخلاق الناس فقد فطر الله الناس وطبعهم على الخير. في التاريخ الإسلامي نماذج من عليا للأخلاق الرفيعة والقيم النبيلة، وعلى مر الأيام تفسد الطبائع وتنقرض صفات وقيم، وعندما تختلط بالناس لا نجد إلا المكر والتملق. يعطيك من طرف الحلاوة من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب. إنهم زهر حين نراهم ونتأملهم ونرمقهم، إذا جربناهم وخلطناهم واحتككنا بهم لم نجد فيهم إلا شبه. كيف نعاملهم إذا اندعت الضرورة إلى معايشتهم ومعاشرتهم والتعامل معهم؟ تقول الأمثال: من لم يتأذب أكلته الذئاب. ويقولون: عاشر الذئاب على أن تكون فأسك في دينه. ويقول الشافعي: كن جحيما لعل الشوق
لعل الشوق يحترق. ومن قبل قالوا إن أنت أكرمت اللئيمة والرضا. واجه أمثال أولئك اللئام ونسأل حالك، يقول إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصار. ذكر قول الشافعي: لم يبق في الناس إلا المكر والملق، شوق إذا لمسوا زهر إذا رمقوا، فإذا دعتك ضرورات عشرتهم فكن جحيما لعل الشوك يحترق. مشاعر الغلب. عاش الشافعي الغربة في العراق واليمن مصر، وكثيرا ما يحن الغريب إلى موطنه ويخفق قلبه شوقا إلى لقاء الأهل. ألم يقل شاعرنا العربي: لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. والغريب له مشاعره وأحاسيسه، أنه يخاف كأنه سائر، ويرى خاضعا كأنه مدين أثقله الدين، والدين يهم بالليل وذل بالنهار، ويرى ذليلا كأنه أسير أوثقوه ويقيدوه بالحبال والسلاسل. فتظل هذه المشاعر تستولي عليه حتى تذكر أهله وبلاده، فيخفق فؤاده كجناح طير خافق، وتهب على قلبه نسمات حلوة وذكريات جميلة تنسيه ما هو فيه وما يعاني. إن أمامنا يقول: إن الغريب له مخافة سارق، وخضوع مديون، وذلة موثوق، فإذا تذكر أهله وبلاده ففؤاده كجناح طير خافق، وراقبه يا بلادي أنت قرة عين. التوكل على الله. هناك قوم يخطئون وهم فهم التوكل على الله، هم لا يعلمون ويقولون توكلنا على الله. منهم الطالب الذي لا يذاكر ويقول توكلت على الله، ومنهم المسافر الذي لا يتخذ الوسائل ولكنه يخاطر ويقول توكلت على الله، منهم الزارع المهم الذي لا يسقي زرعه ولا يحسن رعايته ويقول توكلت على الله. هؤلاء كلهم اتكاليون متواكلون وليس بمتوكلين. ان التوكل الحق الله اتخاذ الأسباب وسعي في الأرض وبذل من الجهد مع طلب التوفيق من الله. الله هو الرزاق ذو الذي قسم رزق الخلائق. وما دام الإنسان قد أدى واجبه فليحسن الظن برب، فإنه لن تموت نفس حتى تسوف أجلها ورزقها، ولا ينبغي أن تذهب النفس حسرات أسفا على ما. وليك ما قاله الشافعي: تركت توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قعر البحار العوامق سيأتي به الله العظيم فضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. ومن طريق ما جاء في كتاب ثمرات الأوراق أن شاعرا وفد على هشام بن عبد الملك في جماعة الشعراء، فقال له: ألست القائل؟ لقد علمت وما الإشراف منه وما الإسراف من خلقي، أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى له فيعينني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعني. وأراق جئت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق، فقال يا ابن المؤمنين: لقد أذكرت ما أنسى منه الدهر. وقرر من فوره متوجها إلى الحجاز، فما كان الليل يتذكر هشام وهو في فراشه أنه رده خائبا هو الشاعر الذي معه لسانه. فلما أصبح سأل عنه فأخبره فأخبر بن صلاح، فقال ليعلم أن الرزق سوف يأتي، وأرسل إليه 2000 دينار مع رجل من رجاله فأعطاه المال، فقال له: أبلغ الأمير المؤمنين أني سعيت فلم أصل بحاجتي ورجعت إلى بيتي فآتاني رزق. هل يرتبط الرزق بالعقل؟ نرى البهائم ترزق ولا عقل لها، ونرى من العباقرة من عاش مر الحياة وذلها. هل الأرزاق تجري على العقل والحجة؟ يقول شاعر عربي: لو كانت الأرزاق تجري على الحجة هلكنا إذا من جهلنا من جهلهن البهائم. وقد يقف العاقل وقفة مع نفسه ويطيل التأمل في من حوله، ويخرج من تجربته بحقيقة يعيشها نحن ونلمسها وفي معرفتها والإحاطة بها ما يربح النفس من عناء. ترى ماذا يقول الشافعي؟ لو كنت بالعقل تعطى ما تريد إذن، لو كنت بالعقل تعطى ما تريد إذن، لما ظفرت من الدنيا بمرزوق، زقت مالا على جهل فعشت به، فلست أول مجنون ومرزوق، ولله في خلقه حكم. وجل من قسم الحظوظ، العلم رفيق نافع. قالوا: العلم في الصدور لا في السطور،
والعالم الحق الذي يملا العالم الذي يملا العلم قلبه لا خزائن كتبه ولا فدا في عين لا يستثمره صاحبه في مواقف الحياه ان سار وحيثمت فقد ظل احد المشايخ القدامى يدرس والله كيفيه الحياه وان الحياه المسجد الحرام تختلف عن حياه المساجد كلها فنحن نحيي المساجد بصلاه ركعتين ونحيي المسجد الحرام بالطواف حولها لكن شيخنا حين اتيح له دخول الحج ودخل المسجد الحرام وقف وصلى ركعتين في حياه المسجد فسمع طفله صغيره تقول له تحيه مسجدنا الطواف والشافعي من العلماء الذين جعلوا قلبهم العلم وعاء فهو يقول كما روي عنه ربيع بن سليمان في قلب الدنيا والدين ومنهاج اليقين علمي معي حيثما يممت ينفعني قلبي وعاء له لا بطن صندوقي اذا كنت في الدنيا كان العلم فيه معي او كنت في السوق كان العلم في السوق فارقت كل قيمه للعلم اذا لم تطبق في كل مجالات ولا قيمه للتدين اذا لم يصبح سلوكا الصديق الجاهل قديما قالوا عدو عاقل خير من صديق جاهل وذلك ان العاقل يحسن التصرف اما الجاهل فيضربك من حيث يريد ان ينفع ان الدبه التي اراد ان تذب الذباب عن وجه صاحبها لكي يؤذيه وهو نائم فالقت حجرا فاصابك الحجر فاصاب الحجر صاحبها فقتله خير مثال لما يرى ما يريد الشافعي ان يقول في بيت رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا والناس من يروم ويقصد أن ينفعك كما يصور له جهل فيؤذيك لأنه لا يكاد يفرق بين ما ينفع وما يضر وقد يخيل إلي بعضهم أنه يبر وإليه ويحسن إليهما حين يقدم لهما ما يشتهيناه من الممنوعات ونفقر لعلم أنه كان مسيئا إليهما وعاقا لهما من البر ما يكون عقوقا وعلينا أن نحسن التصرف ونعرف جوانب النوائب الخير فنفعلها والشر فنتركها قافية الكاف القناعة رأس الغنى القناعة رأس الغنى فالغني غني النفس عما في أيدي ومن يرى هذا ويؤمن به يتمسك بأديان القناعة فلا تراه على باب فلان من الناس ولا ينهمك بأمور فلان من الناس وكيف ذاك قد استغنى عنهم فصار غنيا بلا درهم يمر عليهم شبه ملك انه التعفف الذي مدحه القران يحسبه الجاهل واغنياء المتعف يقول امامنا رايت القناعه راس الغنى فصرت باذيالها متمسك فلا ذا يران على بابه ولا ذا يران به منهمك فصرت غنيا بلا درهم امر على الناس شبه الملك من تجارب الامام الشافعي يرى إمامنا أنه أن يعتمد الإنسان في حل أموره على نفسه هو أدرى الناس بشأنه فصاحب البيت أدرى بنفسه وليس من عاين المشكلة كمن عاناها من تجاربه أنه ينبغي عند طلب حاجة أن نقصد من يعرفون لنا قدرنا ويعترفون فضلنا ويقول ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بفضلك إذا الكسالى القانونيين وإذا القاعدين وغيرهم يعمل من أجلهم اعتمدوا على أنفسكم وجربوا مرة بعد أخرى فإذا عجزتم فلا ترجعوا إلا إلى من يعرف لكم قدركم ويعترف بفضلكم حتى يأخذوا بأيديكم ويعملوا على إنجاح مسائل تولوا أموركم الخاصة بكم فلقد رأينا دول الغرب أخيرا ارفع شعارا هو اخدم نفسك بنفسك ورحنا نستورده منهم في المطاعم والاسواق التجاريه اليست هذه بضاعتنا رد الينا فتنه عظيمه يرى الشافعي ان وجود صنفين الناس مصدر شر الفقير فتنه كبرى عظيمه لمن يتمسك بهما في دينه اما اولهما فعالم متهتك لا يعمل بعلم وجهل المعاصي واما الثاني فجاهل متنسك وعلينا الا نخدع به لنخدع بهما وامثالنا في دينه وان نتقي الله عندما نصبح في موضع القدوه فلا نامر بالخير بينما نتركه ولا ننهى عن الشر بينما نفعله وقد اشار الشافعي رضي الله عنه في فساد العالم متهتك والجاهل متنسك يقول فساد كبير عالم متهتك وأكبر منه جاهل متنسك هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك وكم أضيرت أمتنا بأمثال هؤلاء على مدى عصورها فكانوا معاول هدم وعوامل تخلف فليحذر شرهم أولئك الذين
يبغون النجاة عند ربهم والسلامة يوم القيامة. قافية اللام المثل الأعلى للفقيه والرئيس والغني. إنهم ثلاثة إذا صلحوا صلحت الدنيا، وإذا فسدوا فسد الدنيا وساءت أحوال الناس. أما أولهم الفقيه، والفقيه من تفقه في دين الله وطن نفسه لخدمة الدين. ويرى الشافعي أن الفقيه الحق بفعله لا بنطقه ومقاله. فالإيمان عقيدة وعمل، ولا خير في قول لا يدعه. والثاني الرئيس، إن الرئيس بأخلاقه بسلوكه. فالملك خير الملوك من ملك من ملك الناس وامتلك نفسه. وأن يخشى الله ويخشى الناس بأسه، إنه بعدله بسيرته بنائب قومه وحزبه ورجاله. فما أضيع الذين يعتمدون على رجاله وحزبهم دون أن يعملوا حسابا لسلوكياتهم. أما الثالث فهو الغني والغني بحاله، بما تحلى به من الجود والبذل. وكرم النفس والبعد عن الجشع والتفاخر والتباهي. فليس الغني بالملك أو المال، وإنما بالبذل والعطاء. بالبذل والعطاء والنماء. وهكذا يرى الشافعية ما ينبغي أن يكون عليه كل هؤلاء من الناس. إن الفقيه هو الفقيه بفعله، ليس الفقيه بنطقه ومقاله. وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه، ليس الرئيس بقومه ورجاله. وكذا الغني هو الغني بحاله، ليس الغني بملكه وبماله. صون النفس عما يشبهها، نفسك التي بين جنبيك أمانة في غيرك. أودعك الله إياها وكرمها وقال لنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولم الشافعي يطلب من كل مؤمن منا أن ما يأتي أن يصون نفسه ويحملها على ما يزينها ويزكيها. ويحدثنا عن أثر ذلك في حياة من يعمل بهذه النصيحة، ثم ينتقل بنا إلى ما ينبغي أن نواجه به الناس حتى ولو جفا خليل أو تخلت عنه الأيام. ثم أرسلنا عن طريق ماذا نفعل إن ضاق رزق اليوم ولماذا، ويبدو رأيه في الإمعة الذي يميل مع الضيح وليس له مبدأ، ويأكل على كل مائدة وينتسب إلى كل حزب ويهتف لكل حاجة. ثم يقرر رأيه فيما راه من الإخوان حوله، أنه يقول صن النفس واحملها على ما يزينها، دع السالما والقول فيك جميل، ولا تولين الناس إلا تجملا، نبابك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول، ولا خير في هد امرئ متلون، إذا الريح مالت حيث يميل، وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكن لهم في النائبات قليل. إن ذلك هو حال الدنيا، فلا تبتئس بما يكون منهم وقت الشيء.